مو بننزل عليه الشكلت، شكلها جاهزة. شوف شوف، واحد من الشباب باغي سان سبستيان من سنة، واليوم حان الدور. بنسويها بأسهل شيء، وعباس على دباس، 6 حبات بيض، تقريبا 300 جرام سكر، حطيت سكر بودرة شوي عن خاطري، كيلو جبن كريمي، ملعقة تقريبا طحين، كريم الطبخ تقريبا 250 ملي، فانيلا حسب النوع اللي تستخدمه، أداة الخفق، بسم الله. المزيونة هذه تجدونها في دكة مارت، حسابهم أسفل الفيديو. جودة شيء مضمون. شوف الأمان، بندت. هنا ممكن تركب خلاط وطحانة. جهز الخليط، نصبه في القالب، نطبطب شوي على أساس تطلع الفقاعات. شغلنا القلاية وخليناها تحر، وندخل الخليط في الفرن. تقريبا تحتاج 45 دقيقة، أما في القلاية تقريبا 35 دقيقة. بعد ما نخلص الأكيد بتحصلوا مكتوب تحت. شوف من الداخل.